ما هي مكونات صنع الكيك؟ طحين. اذكر شيئا تغسل يدك بعد لمسه. صابون. احدى وسائل النقل. طائرة. اذكر اسم حيوان يعض. الكلب. اذكر اسم مهنة تبدأ بحرف الحاء. حرامي. اخ يا ابوي قلت لك على بالي حقه هسه انا اضحك من قهري مو من فرحي حقه يقول مهنه تبدا بحرف الحاء حرامي حرامي موجودين صحيح الحراميه موجودين ما شاء الله هالايام خلينا نرجع الى علي والاجوبه الخمسه اللي جاوبها بس المهنه بحرف الحاء ماكو بس صار ساعد افكر بها ها هسه 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 انا هسه هسه يعني اريد اقول لك حارس حايق اريد اقولهم كلهم حمال شنو يعني معقوله جت ببالي حرامي اي حرامي هو جت ببالك بس اجمل نكته اعلاميه كبيره المهنه تبدا بحرف الحاء حرامي خلينا نشوف الحرامي خلينا نشوف الأجوبة الخمسة اللي راح يجاوبها أو جاوبها علي خلينا نشوفها السؤال الأول اللي سألتلك إياه حرام قلت لك ما هي مكونات صنع الكيك كان جوابك طحين طحين نعم خلينا نشوف إيش قال 31 نقطة 31 رقم عالي ممتاز السؤال الثاني قلت لك اذكر شيئا تغسل يدك بعد لمسه قلت لي صابون اوه يا بان صفر هو الصابون تغسل ايدك به بعد لمسك لشيء ما شنو هو خلينا نشوف بعدين ثلاثة سألتك قلت لك احدى وسائل النقل قلت لي طائرة صح خلينا نشوف ايش قد 20 صح 51 نقطة شوف هذا اقول لك ركز على السؤال لانه شنو الصابون تغسل ايدك بمعناته السؤال الرابع اذكر اسم حيوان يعض قلت لي كلب نعم الكلب يعض 27 نقطه ممتاز يعني هذا السؤال الخامس هذا السؤال الخامس المفروض تاخذ عليه 100 100 اي المفروض انا لو مكان الاستبيان انطيك 100 لا 200 وتطلع تاخذ ال10 مليون دينار دقيقه السؤال الخامس قلت لك اذكر اسم مهنه تبدا بحرف الحاء قلت لي حرامي شنطه صفر المفروض مو 100 هاي لو انا اعطيك 100 بس اخلاقيا الكمبيوتر انطاك صفر لانه ماكو شي مهنه بالكون من بدا الكون الى حد الان مهنه الان موجوده مع الاسف